recording has started. كيف تكون إداري متميز؟ واللي راح نتحدث به اليوم عن جانب التخطيط والقيادة. اليوم هو اليوم الثالث واليوم الختامي إن شاء الله مع حضراتكم. نتمنى أن تكون اليومين السابقة كانت المحاور ذات فائدة لحضراتكم. قدرنا نتعرف من خلالها عن ماهية الإدارة ومن هو الإداري المتميز وما هي أدوار ومهارات المدير، بالإضافة إلى اليوم أمس اللي هو كان ثاني يوم تعرفنا على الإدارة هذه والمهارات الخاصة بالمدير وأدواره، وين نطبقها في أنواع مختلفة من المنظمات، منها منظمات الأعمال ومنظمات المجتمع المدني وأيضا المنظمات الدولية. طبعا ميزنا من هي المجتمعات اللي متطورة إداريا وأخذنا عدة جوانب من عدها. يمكن حقيقة أنا ما صار في المجال أنه أتكلم عن هذا الموضوع يوم أمس، من خلال تجربتي الحقيقة في تواجدي في بريطانيا لمدة 5 شهور، شفت النظام هناك هو اللي يمشي العالم، يعني هو اللي يسير حياة العالم. هم العالم موجودين عندهم نظام جاهز، هذا النظام اللي هو طبعا وضعته الدولة والحكومة حتى تمشي حياة الناس بسهولة ويسر. أغلب الأعمال هناك تتم من خلال الإنترنت، من خلال الأنظمة الإلكترونية. يعني يمكن أني هناك 90% من العمل مالتي وتقديم الطلبات والمراجعات 90% كانت تتم عن طريق الإنترنت، استخدام الموبايل. يمكن المسائل الكبيرة كانت من خلال اللابتوب، يعني حتى تكون الأمور واضحة. 10% المتبقية هي كانت مراجعة وحضور، لكن هذا كان بطلبي آني، يعني هم يمكن ما يطلبوك أنه أنت تحضر وشوفوك، إجراءات سهلة، تقدم المعلومات مالتك، عندهم نظام يشيك هذه المعلومات صحتها، ترفع المستمسكات مالتك إلكترونيا المطلوبة وليس كل المستمسكات. يعني حقيقة احنا قبل فترة يمكن كان عندنا احدى المراجعات للدوائر الدولة، جيب المستمسك الآخر، لا هذا ما يكفي هذا ما يكفي. فالحقيقة هذه المجتمعات المتطورة إداريا هي قدرت أن تنجح بسبب النظام اللي مخليته، النظام مو فقط الإلكتروني وإنما هو أكيد نابع من النظام الإداري وتم تعشيقها مع التكنولوجيا المتطورة. فهذا هو الحال مع المجتمعات المتطورة إداريا. اليوم الثالث، اليوم راح نتحدث به عن الهدف من عنده، هو راح يكون تدريب المشاركين على التخطيط والقيادة وبناء فرق العمل. في نهاية الورشة اللي هذا اليوم الثالث راح نكون قادرين على تهديد مفهوم التخطيط وأهميته وفوائده، أيضا أدنى معرفة اتخاذ القرار وخطواته، تعريف القيادة وأنماطها، وأيضا أدنى بناء فرق العمل وقيادته. المواضيع اللي راح نتناولها الحقيقة انه نبدي بسؤال انه هو كم خسرنا، ما هو التخطيط، عناصر واهداف التخطيط، ما هو مفهوم الهدف، اتخاذ القرارات، القيادة، انماط القيادة، فريق العمل وبناءه، وبالختام راح ناخذ نموذج عالمي لقيادة فريق العمل. احنا ذكرنا باليوم الاول ما هي وظائف الإدارة، وكانت اول وظيفة عندنا اللي هي التخطيط.
الوظيفة الأولى اللي هي تبدأ بالتخطيط، عدا أنه عندنا التنظيم والقيادة والرقابة والتقويم. فنشوف التخطيط أنه عدم وجود خطط ولا برامج عملية واضحة تجعل الكثيرين يفقدون المسار الصحيح إلى أهدافهم. فمن هذا راح يتولد عندنا سؤال، إنه إحنا كم خسرنا؟ الكثير منا مشغول بدوامة العمل، فأما أن تحدث الأمور من تلقاء نفسها أو أن الكثير من الفرص ستفوت علينا. فقدان الحكمة في التعامل مع الأمور، معظم الناس يجدون أن 80% من وقتهم لا يؤدي إلا 20% من أعمالهم. عدم تحقيق الكثير من طموحاتنا وآمالنا، عدم إكمال ما نبدأه من مشاريع مما يعود علينا بخيبة الأمل، بعثرة الجهود وإهدار الطاقات نتيجة للفوضوية التي اعتادتها الأمة، وضعف التعامل مع حالات الطوارئ وأحيانا كثيرة الاستسلام لها. هذه النقاط كلها تندرج تحت بند أو مفهوم اللي هو عدم التخطيط. يعني أنت اليوم لما عندك نظام موجود دا يسيرك بالعمل، دا ياخذ دا يشغل كل وقتك. يعني احنا يمكن نشوف الآن أصبحنا إنه احنا دا نعمل أكثر من الوقت المطلوب من عندنا، تواجدنا بأماكن عملنا صباحا بالإضافة إلى نرجع لبيوتنا تجينا هذه الرسالة، يجينا هذا الإشعار. يعني أنا البارحة أتحدث مع أحد الأساتذة، ده يقول والله إنه إحنا ده نشتغل أكثر من طاقتنا. أنا أخلصت شغلي بالجامعة، أرجع مجرد أن وصلت للبيت أشوف إجاني تبليغ مطلوب منك فلان شيء، مطلوب منك فلان شيء، مع العلم إنه هو يعني يوم خميس، يوم جمعة، يوم سبت، المفروض هو راحة الشخص، راحة الإنسان. وهو أنهى دوامه الرسمي، مع إنما أنت تشوفك متطلبات من عنده لازم ينفذها يوم الأحد. زين، هو شو وقت يرتاح؟ ايش وقت يكون مع عائلته؟ فهذه كلها ناتجة عن المتطلبات الكثيرة، وأيضا ناتجة عن عدم التخطيط. فإذا لم تبدأ من الآن فستحصد المزيد من الخسائر. إذا إحنا ما راح نبدي بعملية التخطيط، فإحنا راح نبقى على نفس الوتيرة، نفس النظام، ما راح نقدر نغير في شيء. فلذلك لازم نبدأ بالتخطيط. وعلى هذا الأساس خلي نعرف ما هو التخطيط بالواقع الحالي مالته. التخطيط هو ما يجب عمله لتحقيق هدف معين، وهو عمل يسبق التنفيذ ويمثل أحد وظائف المدير. يعني اليوم بالتخطيط احنا من أجي أني أريد أخطط، ليش أريد أخطط؟ ليش؟ لأن يعني عندي هدف معين أريد أوصل له. على سبيل المثال لو حكينا من جانب اللي هو الأكاديمي، الأكاديمي اليوم أنت عندك مثلا شهادة الماجستير، تطمح إلى أن يكون عندك شهادة الدكتوراه، فهذا هدف معين. هذا الهدف أنه أنت تريد تحققه، وهذا راح تفكر به وراح تخطط له. المفهوم الآخر أنه التخطيط بمعناه الشامل هو عبارة عن عملية تنبؤ بالمستقبل. يعني أني إذا أتنبأ بالمستقبل أنه أني راح أحصل على شهادة الدكتوراه، هذا من ضمن الهدف. راح انتقل إلى الخطوة اللي بعدها اللي هو تحديد الوسيلة أو الأسلوب المناسب حتى أحقق هذا الهدف المستقبلي في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة. يعني لو أنا مثلا موظف، فأكيد أول فقرة أفكر بها أنه أنا أحتاج إلى تقديم إجازة دراسية. راح أفكر أنه أيضا من خلال الإجازة الدراسية أنا عندي سنتين أو 3 سنوات العفو، راح يكون عندي فقط يصرف لي الراتب الاسمي. اذا انا احتاج الى مصدر تمويل مالي، هل الاموال عندي كافية حتى اقدر انه اصرف على دراستي واعيش نفسي في هذا الفترة؟ ايضا
مفهوم التخطيط اللي هو يشمل ترتيب الأولويات في ضوء الإمكانات المادية والموارد البشرية، وأيضا دراسة وتحديد الإجراءات لتحقيق أهداف منشودة من خلال فترة زمنية محددة. التخطيط، أنا من أدخل إلى جانب التخطيط، لازم عندي كذا من الأسس أو النقاط الأساسية حتى ينجح هذا التخطيط، أو حتى أقدر أقول إنه هو هذا تخطيط. أول شيء لازم يكون عندي ترتيب أولويات. أنا إذا ما عندي ترتيب أولويات فما راح أدخل في حيز التخطيط. ترتيب الأولويات يعتمد على الإمكانات المادية مالتي، سواء المالية أو الأشياء الملموسة اللي عندي، الموارد البشرية المتاحة أيضا، وكذلك تحديد ودراسة أو تحديد الإجراءات حتى أقدر أحقق هذه الأهداف في فترة زمنية محددة. يعني أنا التخطيط مالتي لازم يشمل فترة زمنية محددة. إذا أخذنا هذا يحتاج إلى سنة أو سنتين أو 3، تخطيط بعيد المدى، أو يعني هو ممكن يدخل تحت مفهوم الاستراتيجية من نقول 5 سنوات أو أكثر، لكن كل تخطيط لازم يتوفر بفترة زمنية محددة بمجموعة أهداف أو هدف معين حتى أقدر أحقق هذا الهدف. وطبعا راح نعرف ما هي الأهداف بالشرائح القادمة. فلو أجي أنظر إلى التخطيط حتى أخذه بشكل بسيط، ما بدي نتعمق به الحقيقة، التخطيط هو نبدأ من سؤال إنه أين نحن الآن؟ إحنا وين؟ فالأكو فد عملية تحليل، تحليل التخطيط يسبق التخطيط، اللي هو تحليل البيئة الداخلية والخارجية، اللي هو يسمى SWOT، يعني الاس اللي هو Strength، نقاط القوة اللي أمتلكها أني، المواهب والقدرات والإمكانات والمعرفة، الويكنس اللي هي نقاط الضعف، كل شيء أحتاج إنه أني أكون يعني ضعيف بيه وأحتاج إنه أطوره. الأو اللي هو يمثل الأوبورتيونيتيز اللي هي الفرص الموجودة متوفرة أمامي. التي اللي هو ثريتس اللي هي التهديدات اللي تواجهني في حال إنه أني ما كان عندي نقاط قوة كافية، كان عندي نقاط ضعف كثيرة. فهنا أنا راح أقدر أحدد أين نحن الآن من خلال تحليل الإمكانيات والقدرات مالتي، وما هي الفرص المتاحة والتهديدات اللي تواجهني. بعد هذا إنه كيف نصل إلى ما نريد، من أقول إنه أين نحن الآن، كيف نصل إلى ما نريد، هذا أحدده بعد أن أتخذ عملية اتخاذ قرارات لتحديد اتجاه المستقبل. يعني أنا أريد أشوف إنه أنا شنو اللي أريد أسويه، من أشوف شنو اللي أريد أسويه راح أعرف إنه كيف نصل إلى ما نريد، شلون الخطوات أو شنو الوسيلة أو شنو الطريقة حتى أقدر أوصل إلى ما أريد. بالنهاية راح أوصل إلى أين نريد الوصول، أني إلى وين أريد أوصل. فهذا التخطيط بصورة مبسطة من خلال هذا الرسم الموضح أمامكم. نبدأ من أين نحن الآن، ونتجه إلى أين نريد الوصول، وهذا كله يتم من خلال كيف نصل إلى ما نريد، وعملية اتخاذ قرارات حتى أحدد اتجاه المستقبل. التخطيط هو أيضا ناخذه بمفهوم بسيط، اللي هو التخطيط عبارة عن هدف، لكن هذا الهدف ايش يتضمن؟ أولا كيف، يعني كيف إنه أنا أحقق هذا الهدف، شنو هي الطريقة، شنو هي الوسيلة، وبالإضافة إلى متى، يعني أني متى أريد أحقق هذا الهدف. على سبيل المثال على يعني بالتخطيط على الجانب الشخصي، أني اليوم من قررت أدخل بالجانب الأكاديمي، فمن أنهيت درجة البكالوريوس عندي طموح إنه أني أحصل على درجة الماجستير، على شهادة الماجستير. هل إنه أنا مجرد ما أنهيت البكالوريوس أدخل رأسا بدراسة الماجستير؟ لا، أو بعد فترة محددة بعد أن أنهيت الماجستير أريد أكمل الدكتوراه، عندي طموح، فهل هسه أم أحدد وقت معين؟ فهذا كله يندرج تحت إنه المتى.
يعني أحدد إطار زمني لتحقيق الهدف. عناصر التخطيط، يعني حتى يتكامل وأقول علي أنه هذا تخطيط حقيقي، فلازم توفر عندي مجموعة من العناصر. أولا يكون عندي أهداف، عندي أهداف أحددها حتى أريد أوصل لها، هدف واحد أو واحد أو مجموعة أهداف من خلال التخطيط. السياسات اللي هي نقصد بها هنا يعني مفهوم أو مصطلح السياسات هي الإجراءات اللي أريد أتخذها بعد أن حددت هذه الأهداف. البدائل، ما هي البدائل؟ البدائل اللي احنا نقصد بها اليوم من أني أريد أحقق هذا الهدف، عندي مجموعة من البدائل أو الخيارات اللي تخل يعني كل وحدة لها المحاسن مالتها ولها المساوئ مالتها، لكن أنا يفترض أن أختار ما هو البدائل أو البديل الأفضل. هذا يعتمد على نقطتين اللي هي تجي بعد البدائل، عنصرين أساسيات اللي هي الإمكانات اللي متوفرة عندي والوقت المتاح عندي. يعني اليوم أنا عندي مثلا أحد البدائل يقول لي حتى أحقق الهدف مالتي أحتاج إلى 4 سنوات على سبيل المثال، لكن هذا تكون بأقل كلفة ممكنة. زين، هل أنا الوقت عندي كافي 4 سنوات أو أني مستعجل وعندي توقيتات محددة؟ يقول لي أنت إذا يعني لو فرضنا مثلا بناء بيت، أني أقول البيت مالتي أريد أخلصه بسنة. إذا أريد أخلصها بسنة أنا أحتاج إلى عدد من المهندسين والعمال والخلفات البناء أكثر من ما أني أحتاج أنه أخلصها ب3 سنوات. فهذا يعتمد على الإمكانات مالتي محكومة وين بالوقت. فهذه البديل، اليوم عندي بدائل، عندي اللي البدائل احنا نسميها طرق تنفيذ أو تحقيق الهدف. كل بديل إلى ميزة معينة، إلى إيجابيات وإلى سلبيات. قد لربما كلفته عالية لكن وقته قليل، قد لربما كلفته منخفضة لكن الوقت أكثر، وهكذا. أهمية التخطيط تعتمد على من ناحية الوضوء، يعني هو 3 مراحل أو 3 خطوات أو 3 سمات احنا نسميها. الوضوح اللي هو يتمثل وين بالأهداف، يعني شنو هو الأهداف اللي متوفر عندي، العفو الأهداف اللي أريد أحققها. الإمكانات، لازم أني أكون صريح ويا نفسي، أنا عندي هاي الإمكانات مالتي، المهارات المادية، الموارد البشرية. البدائل المتوفرة أمامي أيضا أنه أنا لازم أميزها وأعرف شنو هو البديل الأفضل. الدقة راح تقابلها السياسات، يعني معناها الإجراءات اللي أحتاج أتخذها حتى أقدر أحقق هذه الأهداف. وطبعا السمة الأخيرة اللي هي السرعة اللي متمثلة بالوقت، متى أحتاج أنه أنا أنجز هذا الهدف مالتي اليوم أو بعد سنة أو بعد 5 سنوات. خلينا يعني نتوقف ونسأل نفسنا مجموعة من الأسئلة حتى نوضح التخطيط. السؤال الأول اللي يتبادر إلى ذهننا قبل لا أبدي التخطيط آني، إنه أين أنا الآن؟ وما هو وضعي الحالي؟ يعني أنا وين الآن برحلة الحياة مالتي أو برحلة العمل أو برحلة الدراسة؟ أين أنا الآن وشنو هو وضعي حاليا؟ بعد أن سألت هذا السؤال أريد أفكر أين أريد أن أكون وما هي طموحاتي المستقبلية. السؤال الآخر إنه هو كيف سأبلغ تلك المرحلة وما هي الوسائل المطلوبة أم عندي؟ يعني خلينا نتخيل أنفسنا إنه إحنا اليوم واقفين في شارع عريض وعلى امتداد البصر. على امتداد البصر أكو عدة نقاط موجودة أمامي، عدة نقاط، قد ربما مثلا تكون مجموعة من الأشجار أو البنايات واحدة تلو الأخرى. وأني أريد أفكر أنه على مد البصر مالتي أنه أي بناية أريد أوصل، هل هي البناية الأولى، البناية الثانية، الثالثة، أو الشجرة الأولى والثانية أو الثالثة. فأني دا أفكر أنه أنا واقف اليوم هنا، بعد المسافة مالتي عن هذه حتى أوصل لها
يحتاج لها وقت معين. وضعي الحالي أني مثلا واقف بالشارع، ما عندي أي وسيلة، لا عندي سيارة، لا عندي مثلا بايسكل، لا عندي أي وسيلة نقل. زين، إذا أني ممكن أنه أروح مشي، أو إذا أني عندي سيارة، أو إذا أني عندي بايسكل. بس أنا راح أجي أفكر أين أريد أن أكون، يعني أي بناية أريد أوصل لها. بنايات أمامي كثير، كل بناية تمثل لي مرحلة. يا بناية أريد أوصل للأولى وأكتفي، أريد أوصل للأولى والثانية والثالثة. فهذا كله يعتمد على طموحاتي المستقبلية. كيف سأبلغ تلك المرحلة، وما هي الوسائل المطلوبة مني؟ يعني أني راح أستخدم السيارة، راح أروح مشي، فهذه كلها تحدد الطريقة. كيف أعرف أنني حققت ما أصبو إليه؟ طبعا هذا لما راح أوصل للأهداف اللي أني حددتها. هل إذا إن أني من وصلت إلى البناية الأولى وصلت إلى طموحاتي، أو وصلت إلى البناية الثالثة، هل وصلت إلى طموحاتي؟ فبهذا المفهوم البسيط هو هذا التخطيط. أتمنى أن هذه الأسئلة يعني تساعدكم، يعني اللي ما بادي بالتخطيط، أو ممكن يعني يعرف التخطيط بصورة عامة، ممكن هذه الأسئلة تساعدكم لتخطيط أهدافكم المستقبلية إن شاء الله. من أجي أحدد موقفي الحالي أو وضعي الآن، عندي 3 محاور أساسية حتى أقدر أحدد شنو هو موقفي الحالي. أول شيء الإحصائيات. الإحصائيات اللي هي تعتمد على أول شيء عدد الموارد التي لدي من 3 سنوات. يعني اليوم أنا من عشان ذكرنا مثال، اليوم أريد أن أكمل دراسة الدكتوراه. دراسة الدكتوراه لمدة 3 سنوات، هل الموارد المالية اللي عندي كافية إلى أن أكمل هذه 3 سنوات حتى تعيشني وأصرف على دراستي؟ كذلك عندي عدد الإنجازات من 3 سنوات تقريبا، هل هي يعني الإنجازات مالتي من 3 سنوات شنو كانت؟ مثلا نشرت بحوث، سويت مثلا قدمت دورات محاضرات وغيرها. المعلومات المتوفرة عندي، هذا المحور الثاني اللي هو الإنجازات المميزة والملاحظات عليها. يعني شنو هو الإنجازات اللي أنا نفذتها، وما هي الملاحظات التي عليها. أيضا عندي تقييم الحالي للموارد، الموارد المتاحة عندي، الإمكانيات المتاحة، المبالغ، الموارد المادية وغيرها. دراسات، إذا كانت أي دراسات سابقة تخص هذا الموقف الحالي مالتي، أو أي ملاحظات حالية ممكن إنه أسجلها حتى تفيدني. ممكن إنه إحنا يعني نسجل هنا نتائج الموقف الحالي أو وضعي الآن، يعني بأي إذا أحد يحب يشاركنا، يعني يمكن ناخذ مداخلة أو مداخلتين. يقدر يوصف لنا بكلمتين أو 3 إنه هو شنو هو إذا أحد يحب يشارك، أهلا وسهلا. نحكي لنا مثلا من خلال ما هسه طرحناه شنو هو موقفه الحالي، إذا هو عنده هدف أو طموح على المستقبل. أهلا وسهلا. اسمي رشاد من بغداد، مهندسة بوزارة الصحة. نتشرف، أهلا وسهلا ست رسل. أهلا بكم. طبعا أنا حاليا كملت الماجستير أشتغل حاليا على إنه أكمل بمجال إنه أكمل البحوث، واربطها حاليا وين بشغلي بوزارة الصحة. يعني مثلا شكو مشاكل تواجهنا، اروح اخذ هاي المشكله واروح ادرسها بلكت انه اقدر اطلع مني في شيء بحث هاي ممتاز. انه اعتمد عليها لحد ما اوصل، يعني 3 سنة أو 2 3 سنين ان شاء الله اتقدم على الدكتوره، وبعد الدكتوره احول على غير وزاره إن مثلا شاء الله. وزاره التعليم العالي.
إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. ممتاز، شكرا بارك جزيلا الله. أستاذ مهند. نعم أستاذ مهند، عفوا. نعم، شكرا جزيلا للمداخلات. نكمل. إذا الآن مثل ما ذكرت أن سترسل، أنه هي شرحت لنا شنو هو نتائج الموقف الحالي مالتها، وشنو وضعها الآن، وأيضا شنو هي طموحاتها. فبهالحالة أنه إحنا تم تحديد الصورة الحالية، صار أكو تحديد الصورة الحالية وما هو الموقف الحالي مالتي، أقدر من هنا أبدي أشتغل وأعمل. الوضع المستقبلي الذي تريده، أنه ماذا تريد بعد أن تستثمر الموارد والوقت والجهد؟ يعني أنت اليوم من إجيت فكرت أنه أنت راح تستثمر هاي الموارد اللي عندك، واستثمرت هذا الوقت واستثمرت هذا الجهد، إلى ماذا تصبو؟ طبعا أنا إذا أحكي هنا من ناحية تخطيطية، ممكن أنه إحنا من ننفذ قد تواجهنا بعض التحديات، ممكن أنه المعوقات، لكن هذا ما يمنع انه احنا نستمر بهدفنا، وان يكن انه احنا يصير اكو مرونة بتحقيق هذا الهدف. كيف يعني؟ ممكن انه انا كانت حساباتي او عملية التخطيط مالي بها بعض المبالغة او بها بعض يعني خلينا نقول ضعف بالتخطيط، فاني الهدف مالتي واضح، الهدف مالتي موجود، اذا كان الهدف اعلى من امكانياتي فلا بأس انا اقلل الهدف، يعني ما كفد مشكلة أن أقلل الهدف إلى أن أوصل للمرحلة الأولى وبعدين أوصل للمرحلة الثانية. لكن المهم أني هذا الشغل مالتي بعد أن استثمر الموارد والوقت والجهود أوصل إلى نتيجة معينة تساهم وتساعد. الهدف هو الأمر الذي يرغب الشخص في تحقيقه، وقد يكون دكتور علي يمكن المايكات أتوقع، آسف ولو الهدف هو الأمر الذي يرغب الشخص في تحقيقه، وقد يكون هذا الهدف عاما أو خاصا، كبيرا أو صغيرا، نافعا أو ضارا. اليوم أي شخص في باله أنه هو يحقق هدف، سواء هذا الهدف يخصه هو شخصيا أو يخص عمله والمنظمة أو الشركة اللي يشتغل بيها، أو يخص نفسه ويخص عائلته أيضا، فهذا يعتبر عام أو خاص، سواء كان الهدف كبير سواء كان الهدف صغير، سواء كان نافعا أو ضارا. يعني نقصد نافعا أو ضارا، قد ربما اليوم أنت تريد تحقق هدف بس في سبيل عائلتك، أو تريد تحقق هدف في سبيل أصدقائك، بس هذا على حساب يعني يجوز إمكانياتك المالية، على حساب وقتك، على حساب صحتك، هذا كله أكيد طبعا يندرج تحت ضارا، لكن أنت تريد تقدم وتساعد الناس. مفهوم الهدف، طبعا الهدف هو يتكون من مدخلات ويدخل لهذه المنظمة ويطلع عندنا إلى مخرجات. المدخلات تختلف مثل ما ذكرنا، أنه هي قد تكون موارد مادية، بشرية، مالية، تكنولوجية، بالمنظمة راح يشتغل بهذا العمل وبالتالي راح ينطيني النتائج مخرجات عمل هذا الهدف. الآن وأني هاي يعني ذكرتها من المحور الأول اليوم الأول، أنه الهدف الجيد إلى مجموعة من المواصفات. خلينا نشوف شنو هي هاي المواصفات اللي تحدد هذا الهدف الجيد. وطبعا هو أيضا يسمون سمارت، يعني هنا إذا واضحة أمامكم الكلمة اللي بالأسفل اللي هي سمارت. السمارت اللي هو مكون من عدة كلمات بالإنجليزية، فصار مجموعة هو سمارت، فيطلق عليها الأهداف الذكية وليس الجيدة فقط. أول صفة، لازم يكون هذا الهدف مالتنا محدد، محدد أنا واضح عندي شنو اللي أريد أسويه. يعني مو أجي مثلا أقول أنا أريد أصير مثلا أستاذ جامعي، أوكي تمام تمام صير أستاذ جامعي، بس أنت يعني بأي تخصص؟ يعني راح تتخصص بالإدارة، راح تتخصص بالهندسة، تتخصص بالطب، زين اتخصصت على سبيل المثال بالهندسة،
بالهندسة، أنت الهندسة أي هندسة؟ أكو عندنا الهندسة المدنية، المعمارية، الكهربائية، الميكانيكية وغيرها. فهنا أنت لازم يكون محدد، يعني دقة بالتفاصيل. الصفة الثانية أنه هو لازم يكون واقعي، يعني أنا ما أجي أقول أنا اليوم قاعد صافن، يابا أنا أريد أروح للمريخ. هذا أكيد مو واقعي، يعني لا أنت وحدك راح تقدر تطبقه، ولا أنت عندك الإمكانيات، ولا أنه يمكن متاحة لك. يمكن نعم إذا تفكر وتشترك وتروح يعني من خلال تدريبات ويختاروك، نعم، لكن أنت بالوضع الحالي مالتك لازم يكون واقعي. أنه أنت تقول أنا مثلا أريد أشتغل وأحصل راتب 10 ملايين، زين شلون انت تحصل 10 ملايين وانت امكانياتك المحدوده، معرفتك محدوده، مهاراتك محدوده؟ فهذا ايضا من يعني نختار الهدف لازم يكون واقعي وقابل للتطبيق. يقاس، يعني انا هذا الهدف مالتي من حدده لازم اقدر اقيسه واقيس نسبه الانجاز مالته. يعني اليوم انا مثلا من اختاريت انه ادرس الماجستير، فمن أدرس الماجستير دخلت للكورس الأول نجحت، إذا هذه نسبة إنجاز. كملت الكورس الثاني نجحت، هذه نسبة إنجاز. دخلت إلى كتابة الرسالة، كملت السمينار الأول، هذا إنجاز. كملت السمينار الثاني، هذا إنجاز. وصلت إلى المرحلة النهائية مناقشة الرسالة، هذا الإنجاز النهائي. فهذا أشوف أن يقاس بمدى الإنجاز مالته، إيش قد حققت من عنده حتى أقدر أوصل له. له زمن، يعني أنا المفروض كل هدف أخلي له وقت محدد، زمن محدد، قد ربما أعلى وأدنى ماكو مشكلة، بس لازم يكون له وقت محدد حتى أقدر أنجز هذا الهدف. مو أخلي الوقت مفتوح وما أقدر، يجوز يعني لا أقدر أحققه. ومو بس هذا، احتمال ايضا ياثر على بقيه الاهداف اللي عندي. ليش؟ يعني انا راح اظل مشغول بهذا الهدف، اجوز ابحث ادور اطلع اشتغل اروح اجي، لكن هو ما بيفد فد وقت محدد حتى اقدر اني انفذه وانتقل الى الاهداف الاخرى. يطبق طبعا انه هو قابل للتطبيق هذا الهدف مالتي من واقع الحال العملي والظروف اللي محيطه بيه. فهذه هي حقيقة 5 صفات للأهداف الجيدة أو الأهداف الذكية: محدد، واقعي، يقاس، له زمن، ويطبق. هناك 3 مستويات من الأهداف الحقيقة. أولا اللي هي احنا نسميها الأهداف العامة. الأهداف العامة هي تبدي من أمنياتنا، طموحاتنا، رغباتنا، رغبة رجل أعمال في تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح الحلال. يعني اليوم أي شخص هو رجل أعمال يقول لك أنه أنا أريد أحقق أرباح بشكل قانوني وشرعي بأكبر قدر ممكن. فهذه هي عبارة عن أهداف عامة، تصير أمنيات وطموحات ورغبات الكل عندنا. ثانيا أن أهداف مرحلية. فعلى سبيل المثال هذا الرجل الأعمال إذا يريد يحقق هذا الأرباح، فأول شغلة يسويها واحدة من الأمور يعني اللي هي إقامة مجمع تجاري في منطقة تجارية، كأنما يعني يبني له عمارة أو يبني له مول، وراح يعني يربح من خلال تأجير هذه المحلات مالتها. ثالثا راح ننتقل الى هنا الى الاهداف السلوكيه والاجرائيه اللي هي تتمثل بشنو خطوات العمل. فراح تبدي اول شيء عند شراء الارض في غضون الشهرين القادمين. فنشوف هنا هو حدد شنو اللي راح يسويه شراء الارض الفتره اللي هو الشهرين القادمين. عمل المخططات اللازمه في غضون ال6 اشهر القادمه، فهو حدد الوقت وحدد ما هو المطلوب اجراءه، وبعدها تسليم المخطط لمقاول بعد اختياره للتنفيذ. فهذه نشوف بدأت من العامة، انتقلت إلى المرحلية، واختتمت هذه بالأهداف السلوكية أو الإجرائية، يعني تم عملية التنفيذ. تذكر دائما أن أصحاب الأهداف الطموحة
تبدو أهدافهم للآخرين قبل تحقيقها على أنها ضرب من الخيال. كثير يعني إحنا يمكن صادفتنا أهداف، يمكن حكيناها لعوائلنا وأصدقائنا، اعتبروها أنه هذه ما أنت ما تقدر تسويها ومو سهلة وما تنجح هنا وما تصير، لكن بالنهاية أكو كثير من الناس أو كثير من الأهداف. في جزء هنا أحد الموجودين من عندنا المشاركين بهذه الدورة مر بهيج ظروف، ولكن يعني قدر يحقق هذه الأهداف وتجاوز كل العقبات ومهتم إلى كلام الآخرين. ضع أهدافك من فضلك ولا تزد على 4 أهداف، وتذكر أن العالم يفسح الطريق للمرء الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. اليوم لما أنت تعرف وين تريد تروح، شنو اللي تريد تسويه، حتى لو كان انه انت راح تجابه يعني تحديات، معوقات، فشل في خطوة ونجاح في الخطوة اللي بعدها والخطوات اللي بعدها، فأنت العالم راح ينطيك المجال ويفسح لك المجال حتى تطور إمكانياتك وتوصل للأهداف مالتك. الوسائل اللي تحقق الأهداف اللي هي يعني اليوم لازم عندك الطرق، تعرف شنو هي الطرق اللي تنفذ بيها، شنو هي الأساليب، وأيضا شنو هي المعينات. المعينات نقصد بيها اللي هو شنو الأشياء اللي تساعدك. قد تحتاج أنت إلى خلينا نقول إمكانيات مالية حتى تنفذ هذا الهدف مالتك، تحتاج إلى تدخل دورة ومعرفة وتقرأ كتب، فهذه هي تسمى المعينات. تحتاج إلى أن أشخاص آخرين يساعدوك، يعني أشخاص إضافيين يساعدوك، هذه كلها تعتبر من المعينات. الصفة المشتركة عند كل الناجحين، واحد من الباحثين بمجال الإدارة اسمه أيلون، وجد أيلون الذي أمضى حياته يبحث عن صفة مشتركة عند الناجحين، إنها ليست العمل الشاق أو الحظ الحسن أو العلاقات الإنسانية رغم أهمية هذه كلها، بل وجد أن الصفة المشتركة هي وضع الأمور التي لها الأولوية أولا. اليوم أنه إحنا بالنسبة أن يعني نحتاج إلى العمل الشاق، نعم يعني نحتاج أنه أنت من تريد تحقق هدف وعندك طموح لتحقيق هذا الهدف، تحتاج أنه أنت تشتغل على نفسك كثيرا وتشتغل على هذا الهدف حتى تحققه. يعني الحظ مرات يلعب دور أيضا، العلاقات الإنسانية أنه أنت معارف فلان وفلان وفلان وفلان، لكن كل هذا لازم أنت تعرف تخلي وضع الأمور التي لها الأولوية أولا. يعني شنو الأهم في حياتك تحقق، وحتى في الهدف الواحد مرات بالهدف الواحد أنه أنت تحتاج مثلا تنشئ مجمع تجاري مثل ما ذكرنا بالمثال السابق. أنت هل عندك مبلغ مالي كافي حتى تقدر تشتري الأرض، أو أنه أنت تحتاج تأخذ قرض من البنك، أو أنه أنت تحتاج تداين من أشخاص معينين أو تدخل شركاء وياك؟ فهذه كلها أنه أنت وضع الأمور التي لها الأولوية أولا حتى تبدي بالشغل على الهدف اللي أنت محدده. حقيقة معادلة النجاح تتضمن على أهداف واضحة محددة، زائدا تخطيط سليم، زائدا تنفيذ بوسائل مناسبة، زائدا تقويم ومراجعة، وهذا كله راح يؤدي إلى تحقيق النتائج. فإذا أنت من عندك أهداف واضحة ومحددة، تعرف شنو هي اللي تريدها، تخطيطك يكون سليم بشكل سليم واضح، تنفيذ بوسائل مناسبة اللي هي هذه الوسائل اللي هي ممكن أنه أنت تحقق بها الهدف. اليوم يعني أنت تريد تنتقل من مدينة إلى مدينة في وقت معين، أكيد أنت ما راح تستخدم وسائل النقل العامة، لنفرض مثلا الباص اللي يستغرق لا يجوز ضعف الوقت من السيارة الخاصة، فلذلك أنت راح تستخدم الوسيلة المناسبة حتى تقدر تحقق النجاح. وبالإضافة أنه أنت أكو تقويم ومراجعة الهدف مالتك أو التخطيط مالتك، هذا كله راح يؤدي إلى تحقيق النتائج. ننتقل الآن إلى
الفقرة الأخرى واللي هي المهمة الحقيقة بعد التخطيط اللي هي نسميها اتخاذ القرارات. اتخاذ القرار العفو اللي هو بما معنى اختيار بديل من عدة بدائل متاحة في سبيل تحقيق هدف معين. اليوم القرار قبل اتخاذه، اليوم أن بهذا القرار، هذا القرار يمثل لي بديل. يعني أنا من ذكر على سبيل المثال عندي بناء بيت، أجي على هذا البيت أشوف أنه هو قطعة الأرض هذه موجودة، أريد أني أبني البيت مالتي بطابق أو أخليه طابقين حسب، هذا تعتمد شنو هو الإمكانيات المالية مالي. هل أنا عندي مبلغ حتى يعني أبني رأسا طابقين؟ لو أبني الطابق الأول وبعدين من يصير عندي الأموال الكافية أبني الطابق الثاني. زين، عندي الأموال الكافية يجوز أني أبني الطابقين، هذا واحد من البدائل. البديل الآخر أنه هو أبني طابق واحد. البديل الآخر أنه أريد أخلص هذا البيت مالتي حتى أخلص من الإيجارات، أريد أخلصه خلال سنة. إذا أنا راح أحتاج إلى توفير المواد بسرعة لازمة للبناء، توفير الموارد البشرية اللي هم العاملين والمهندسين وغيرهم حتى ينفذوا لي هذا البناء بسرعة. فهاي كلها هي بدائل، أنا أختار البديل اللي يحقق لي الهدف اللي أريده. الأركان الأساسية للقرار، أول شيء حتى أنا حتى أعتبر أنه هذا قرار، يعني هذا كل اللي تكلمت به، هذه البدائل اللي حكيت بها، حتى أعتبر أنه هو بديل أو هو قرار، لازم يتوفر الآتي. أولا وجود البدائل، يعني أنا ما يكون عندي بديل واحد أو طريق واحد لابد من سلوكه ونكون مجبرين على ذلك، فهذا ماكو قرار. معناها أنه اليوم أنا أجي عندي حكيت انه هذا البيت مالتي انه راح ابني طابق واحد انتهى. ليش؟ لان هذا مو قرار، هذا الامكانيات المتوفره عندي وانتهى الموضوع، كل شيء ما اقدر اسويه بعد. فهذا ابني البيت مالتي طابق واحد. اثنين، حريه الاختيار، ان وجود البدائل لوحده لا تكفي، بل لابد من وجود حريه في اختيار اي منها، والا لن يكون هنالك قرار. ممكن انه اني عندي عدة بدائل، مو متوفرة عندي عدة بدائل، بس اني اذا ما عندي حرية اختيار بين هذه البدائل، يعني انه اني مجبر على ان اختار هذا البديل الامامي، اذا هنا ما راح يكون اكو قرار. النقطة الثالثة، وجود هدف، ان وراء كل قرار هدف نسعى لتحقيقه، وان عدم وجود الهدف يجعل القرارات عملا عبثيا. يعني اليوم أنا من أجي أتخذ هذا القرار أو أحدد هذا القرار، ليش؟ غاية من عنده من هدف. يعني إذا ما عندي هدف واتخذت فد قرار معين، أريد مثلا أسوي الحاجة الفلانية وأنا ما عندي هدف من عندها، إذا هذا راح يكون عمل عبثي ما منه فايدة، يجوز مضيعة للوقت، مضيعة للفلوس، يهدر إمكانياتي، وبالتالي أنا ما راح أحقق شيء من عنده. فهذه الأركان الأساسية للقرار، وجود بدائل، حرية الاختيار، ووجود الهدف. صنع القرار، صنع القرار راح يبدي بحل المشكلة. حل المشكلة هو عملية تتضمن تشخيص المشكلة واتخاذ إجراء مناسب لحلها، فهذا احنا راح نسميه حل المشكلة. صنع القرار هو مجمل الإجراءات المرتبطة بتشخيص المشكلة أو الموقف، وجمع البيانات وتطوير بدائل ومن ثم تقييمها والتوصية بأفضل البدائل. إذا بحالة صنع القرار هو مجموعة من الإجراءات اللي مرتبطة بتشخيص المشكلة اللي وصفناها قبل قليل، اللي عملية تضمن تشخيص المشكلة واتخاذ إجراء مناسب لحلها، أو الموقف وجمع البيانات وتطوير البدائل. يعني أنا راح أخلي لي في موقف معين، أجمع هاي البيانات عنه، أطور البدائل أو الحلول المتاحة، وبعدين أقيمها، أقيم هذه البدائل والتوصية بأفضل بديل. يعني أنا أطرح إلى الناس عندي، أو خلينا نقول مثل ما تفضلت قبل شوية ست رسل حكت على المشاكل، يعني تطرق على المشاكل. هي أكيد من راح تيجي تدرس هذه المشاكل راح تشوف عندها عدة بدائل وعدة حلول.
هي ما متأكدة أنه هذه المنظمة أو هذه المستشفى أو هذا المستوصف أي بديل هو مناسب لها، لكن هي راح تطرح أو تقترح توصي بأفضل البدائل اللي هي دا تنظر لها. أنه هذا مثلا نفذ هذا الاختيار أو هذا البديل باعتباره دا ينفذ الإجراء بأسرع وقت، قد ربما تكون كلفة عالية وهذا المستشفى ما عدا هذه الإمكانيات المادية حتى تتخذ. عملية اتخاذ القرار، العملية التي تنصب على تقييم البدائل واختيار أفضلها وتنفيذه وتقييمه. إذا أكو عندي اختلاف ما بين صنع القرار وما بين عملية اتخاذ القرار. صنع القرار أنه أني دا يصادفني مشكلة أو موقف وأجمع بيانات وأطور عنها بدائل، يعني دا أطور حلول كأنما حتى أحل هاي المشكلة، أسوي تقييم إنها وأوصي بأفضل بدائل. لكن عملية اتخاذ القرار هي اللي يعني تختص بتقييم البدائل واختيار أفضلها وتنفيذه وتقييمه. يعني اليوم أني صنع القرار تم من خلال موقف وجمعت بيانات، لكن باتخاذ القرار راح أقيم هاي البدائل، وبعد أن أقيم هاي البدائل أختار أفضلها وأجي أنفذها. لكن بالمرحلة اللي قبلها كان أنه أنا قيمت البدائل ووصيت لكن بدون تنفيذ، فهذه الاختلاف بين صنع القرار واتخاذ القرار. عملية صنع القرار واتخاذ القرار من ندمجها كلها هذه الكلمة هي بما معنى مجمل الأنشطة المرتبطة بصنع القرار واختيار البديل الأمثل ووضعه موضع التنفيذ. إذا هنا دمجت هذه كلها، العملية صارت هي مجموعة من الأنشطة اللي ترتبط بصنع القرار من تحليل الموقف والبيانات وأختار عن البديل الأمثل اللي يناسب الوضع الحالي وأخليه موضع التنفيذ وأتجه إليه. أنواع القرارات الإدارية الحقيقة، هذه يعني بس للملاحظة، هي أنواع القرارات الإدارية وليس أنواع القرارات بصورة عامة، بما أنه إحنا يعني دورتنا تخص الإدارة. القرارات الإدارية تخص ما يلي: أول شيء عندي قرارات إنتاجية اللي تختص هذه القرارات بكمية الإنتاج، نوعية الإنتاج، أساليب الإنتاج. النوع الثاني اللي هو القرارات المالية، حجم التدفقات النقدية السنوية الداخلة والخارجة للمنظمة، يعني ايش قد يدخل موارد للمنظمة وايش قد يخرج من عندها مصاريف. النوع الثالث اللي هو قرارات تسويقية، هي كل القرارات المتعلقة بمنافذ التوزيع وتسعير البضاعة والإعلان وأيضا الترويج. أما النوع الأخير من القرارات الإدارية فهي قرارات توظيفية اللي تشمل عملية التعيين والاختيار والتقييم للموارد البشرية. مراحل عملية اتخاذ القرارات الإدارية تبتدي بأول شيء عندي تحديد المشكلة التي من المطلوب اتخاذ القرار بشأنها. ثانيا دراسة وتحليل البدائل المتاحة اللي هي يعني بالعادة بالإدارة هو يصير مفاضلة ما بين الكلفة والإيراد حتى أقدر أنا أحدد. المرحلة الثالثة اللي هي التقييم، التقييم بما معنى هو بناء النماذج، إنه أشوف إيش قد بها مخاطرة وعدم التأكد بالبدائل المتاحة، فأني بالعادة أتجه إلى البديل اللي هو أقل مخاطرة ويكون الـ الـ يعني التأكد والتنفيذ مالته مقارب إلى النسبة 100%. المرحلة الرابعة هي اختيار البديل المناسب الذي يحقق الهدف بأقل كلفة ممكنة، يعني بعد أن سويت هاي التقييم بنيت هاي النماذج مالتي راح اختار البديل المناسب، هذا البديل يقدر يحقق لي الهدف بأقل كلفة ممكنة. وآخر شيء المرحلة الأخيرة اللي هي التنفيذ للبديل اللي تم اختياره. مثل ما واضح أمام حضراتكم هنا بالشكل التالي اللي هو مراحل عملية اتخاذ القرارات، تبدي بتحديد المشكلة اللي هو بما معنى الإحساس بالمشكلة، أخلي الافتراضات مالتي، أخلي قواعد اتخاذ القرار اللي أحتاجها. بعدها انتقل الى البحث عن شنو، البحث عن البدائل،
البيانات والعلاقات بين المتغيرات اللي تكون لهذا القرار. بعدها راح ننتقل إلى مرحلة التقييم، التقييم من خلال بناء النماذج واللي تشمل المخاطرة وعدم التأكد. راح ننتقل بعد ما بنيت مجموعة نماذج الحقيقة هو نتائج كل بديل. راح أشوف أني يعني قبل التنفيذ راح أشوف إنه نتائج كل بديل شنو راح تقودني إلى وين راح توصلني، وأجي على كل نتيجة إنه هل يمكن أن هذه أن أتحقق الهدف. إذا ما تحقق الهدف كلا فراح أرجع مرة ثانية على المشكلة وعلى البدائل وعلى التقييم وأبني نموذج جديد وبديل جديد وأشوف النتائج مالته. هل يمكن تحقيق الهدف؟ نعم حققت الهدف، إذا أنتقل إلى مرحلة التنفيذ. عندنا التعريف القيادة، أرجو المعذرة دكتور علي بس شوي أحتاج إنه أشرب مي شوية لين هذا، فأرجو المعذرة من الأعزاء المشاركين. تمام دكتور، عاد اني هم حتى ننزل الرابط ونبين نوع الشهادات اللي راح تتحصل. حاليا راح ننزل رابط الحصول على الشهادة. اخواني الشهادات يعني تم ذكر الموضوع يعني بالاعلان نفسه بان الشهادات هي باجور طبعا مرفقة يعني أو تجيك توصل لك لحد بيئة أو العنوان اللي تذكره بالشهادة. طبعا عندنا 3 شهادات، أول وحدة اللي هو تكون مال المركز والقيمة كلهن موجودات، القيمة النقدية يعني تبدي من 20,000 مع خدمة التوصيل إلى 50,000، 30,000 اللي هي شهادة رانك من مؤسسة في أمريكا، وعندنا اللي هي البريطانية وهاي تكون باعتمادية أو ختومات حية على الشهادة. طبعا هاي يعني مو احنا نصدرها أو عندنا إذن، هي تجينا من بريطانيا عن طريق الأردن ومن ثم للعراق. هاي مدة وصولها بين 10 إلى 12 يوم. أنا نزلت الرابط حاليا، اللي يحب حسب الشهادة اللي تريدها واللي يريده يقدر يسجل عليها، وبخدمتكم لأي سؤال أو أي استفسار معين، أو حتى ممكن على الواتساب إذا ما ظهرت عندك نرسل لك إياها الرابط المشاهدة. شكرا لكم، وأنا آسف أستاذ بسام. أستاذ بسام تسمعني؟ أنا آسف. راح نفتح يعني أستاذ بسام تسمعني؟ نعم عفو. العفو استاذ بسام، اني يعني ما عندي شيء، اسف خاف قاطعتك بالمحاضرة. الحقيقة يعني المي كنت محتاجين شوية النعيم هذا. اي شكرا، طبعا الله يساعدك. الله ف يسلمك، الله يسلمكم يعني، تفضل استاذ بسام يعني. شكرا جزيلا، ممنون. آسف أعزائنا المشاركين، إن شاء الله نرجع إلى محاضرنا. إذا عندنا راح ننتقل إلى الجزء المهم والحيوي الحقيقة اللي هو القيادة. القيادة مثل ما عرفنا من خلال اليوم الأول من دورتنا، القيادة من الأمور المهمة لتوجيه الأفراد وتحفيزهم. وذكرنا سابقا أنه مفهوم القيادة ما كان بارز أو واضح بالعملية الإدارية. كانت القيادة هي عبارة عن عمليتين اللي هي يعني تأتي بعد التنظيم، اللي هي كانت عبارة عن التوجيه والتحفيز.
لكن كل هذه اندرجة تحت مفهوم القيادة، واللي صارت من الضروريات والمهمات اليوم بالعملية الإدارية برمتها. فنشوف شنو هو تعريف القيادة. القيادة هي القدرة على التوجيه من أجل تحقيق هدف معين العفو عن طريق الآخرين. إذن القيادة اليوم هي القدرة، قدرة الشخص أو القائد على التوجيه من أجل أن تحقيق هدف معين عن طريق الآخرين. يعني هذا الهدف لازم يتحقق عن طريق الآخرين من خلال تحفيزهم، تدريبهم، تعليمهم، ووضع ثقتهم بأنفسهم قبل أن يثقون بالقائد. الفرق بين القائد الإداري والرئيس الإداري. وجه الاختلاف كمصدر هو يعتبر القيادة ضمن الجماعة، يعني قيادة الجماعة. أما الرئاسة فهي النظام الذي حدد سلطته الرسمية. من ناحية اختيار الهدف فهي تشترك الجماعة مع قائدها، لكن بالرئاسة يختار الرئيس الهدف. من ناحية القبول، أنه هو يكون أكثر قبولاً، القائد يكون أكثر قبولاً. ليش؟ أنها تعتمد على الحوافز الإيجابية. لكن في الرئاسة فهم يقبلون سلطته خوفاً من العقاب إذا امتنعوا أو قصروا في تنفيذ أوامره. في بعض الأحيان نشوف تصادفنا بعض المنظمات أو الشركات، نشوف أكو بيها مثلاً مدير. هذا المدير ماخذ دور سلطة الرئاسة، فعنده نظام يحدده، عنده هدف يختاره، عنده هو يختاره ويوجه الناس. الناس اللي موجودة حتى احنا مثل ما نقول يتشافون الشر فينفذون التعليمات مالته، لكن نلقى شخص قد ربما أقل منصب من عنده إلى تأثير على هذول الجماعة، على هذول الأفراد. هذه الجماعة تشترك مع القائد مالتها، مع هذا الشخص اللي هو يعني مميز ومثل ما نقول اللي هو محبوب ومؤتمن. يكون هذا هو أكثر قبولا. ليش؟ أنها تعتمد على الحوافز الإيجابية، ودائما يكون شخص يعني يوعد ذول الجماعات أنه أني معاكم، فيشتغلوا وياهم سوية، يحقق مطالبهم ويعني مساعيهم من خلال الحوافز وغيرها من هذه الأمور. فهذا هو الفرق بين القائد الإداري وبين الرئيس الإداري. مصادر قوة القائد تبدي أولا، احنا نبديها طبعا من اللي هي الدائرة الصغيرة، اللي أول شيء هو عند الخبرة والمهارة. القائد اليوم لازم يكون عنده خبرة ومهارة حتى يقدر يبني نفسه كقائد. ننتقل إلى الدائرة الأكبر اللي هي منح التقدير المالي، منح التقدير المالي. ننتقل بعدها إلى هو السلطة النظامية، عنده السلطة النظامية. ننتقل بعدها إلى التأثير الشخصي، هو بشخصيته، شخص إمكانيته، معرفته، أسلوبه، هندامه، فهذا كله إلى تأثير. بعدين ننتقل ممكن إلى استخدام أساليب الضغط حتى يقدر يوصل إلى الأهداف المحددة. يعني هذه الدائرة الحقيقة هي مو دائما يستخدمها، لكن لو اضطر فهو من أجل تحقيق هدف الجماعة يجوز يضطر أنه استخدام أساليب ضغط على البعض. فهذه هي مصادر قوة القائد، تبدأ من الخبرة والمهارة وتنتهي باستخدام أساليب الضغط. النظريات الحديثة بالقيادة، الحقيقة أكو مجموعة من النظريات اللي هي تشمل نظرية سلسلة السلوك، النظرية الأخرى هي نظرية القيادة الفعالة، ودراسات جامعة أوهايو والشبكة الإدارية. أيضا عندنا نظرية دورة الحياة للقائد، وأيضا عندنا نظرية الطريق إلى الهدف. نظرية السلوك، نظرية سلسلة السلوك العفو، راح نشوف أنه هي تتكون من مجموعة من الدرجات، تبدأ من 1 2 3 4 5 6 7. هذه كل درجة هي تمثل
درجة الحرية المتاحة للمرؤوسين اللي هي تبدأ المرؤوسين مثل ما ذكرنا اللي هم الموظفين اللي هم يكونون أدنى من الرئيس، يعني الرئيس القائد وتحت أمرته يكون أو يعني اللي هم المرؤوسين. فراح نشوف من اتجاه اليمين إلى اتجاه اليسار هي القيادة المرتكزة على المدير. فهنا بالدرجات 1 و2 و3 ونص الأربعة هي درجة السلطة التي يستخدمها المدير. أما القيادة المرتكزة على المرؤوسين اللي هي راح تكون من اليسار إلى اليمين، فهي تبدأ من يعني منتصف الدرجة الرابعة وإلى أن يوصلون إلى الدرجة 7، فهي درجة الحرية المتاحة للمرؤوسين، يعني باتخاذ قراراتهم بتصرفاتهم وإجراءاتهم. فهاي تسمى نظرية سلسلة السلوك. النظرية الثانية هي نظرية القيادة الفعالة أو نسميها الموقفية، اللي هاي تعتمد على الموقف اللي راح يجابهني وراح يصير لي بالعمل الإداري أو بالأعمال اللي تواجهني. فراح نشوف تبدي أول شيء عندي من القائد ديكتاتوري سلطوي مهتم بتنفيذ المهمة، لكن راح نشوف القائد الديمقراطي هو عبارة عن متساهل ومهتم بالعلاقات الإنسانية أكثر. فهذا الاختلاف، أكو عندي قائد ديكتاتوري هذا يكون سلطوي يعني السلطة مالته وينفذون الأوامر، وهذا مهتم بتنفيذ المهمة، تنفذ المهمة بغض النظر عن أنه أنت شنو وضعك، صحتك، إمكانياتك، تعبان، مريض، ما لي علاقة. أما القائد الديمقراطي فهذا يكون متساهل، طبعا متساهل إلى حد ما الحقيقة، يعني متساهل لكن في سبيل أنه تكمل المهمة على أتم وجه، ومهتم بالعلاقات يعني متجه إلى العلاقات الإنسانية والتوجه الإنساني أكثر. النظرية الثالثة اللي هي دراسات جامعة أوهايو وتسمى الشبكة الإدارية، عبارة عن مجموعة من المربعات ضمن مربع كبير الحقيقة، يعني نقدر نقول عليها هي عبارة عن مصفوفة تعتمد على مجموعة من الدرجات. فراح أشوف بال يعني الاتجاه الأيسر الزاوية اليسرى على الأسفل اللي هي منطيها درجة تقييم 1-1، هذه تسمى الإدارة المتساهلة. بالاتجاه المعاكس إلها اللي هي ليفوق، يعني بالاتجاه الأيسر الزاوية العليا 1-9، هذا تسمى إدارة النادي، يعني أكو سلطة عليا. من 1-9 بالاتجاه الأيمن بالزاوية اليمنى بالأسفل اللي هي 1-9 الإدارة السلطوية. أما اللي هي 9-9 بالاتجاه الأيمن الأعلى الزاوية اليمنى العليا اللي هي تسمى إدارة الفريق، يعني هذا على قدر إدارة فريق صغير. بالوسط راح نشوف اللي هي الدرجات المتعادلة اللي هي 5-5 نسميها الإدارة المعتدلة. الخط الأفقي اللي جوه هو الاهتمام بالإنتاج. أما الخط العمودي اللي هو الاهتمام بالأفراد، فهنا نبدأ نشوف إيش قد هنا مهتمين بالإنتاج وإيش قد مهتمين بالأفراد. الإدارة المتساهلة بالعادة أنه هي 1-1 هي الإدارة اللي تهتم بالأفراد، أما اللي هي 9-9 فهي مهتمة بالأفراد ومهتمة بالإنتاج بنفس الوقت. أما الإدارة السلطوية فهي اللي مهتمة بالإنتاج أكثر من اهتمامها بالأفراد. رابعا، نظرية دورة الحياة للقائد. هذه تتميز الحقيقة أنه اليوم دورة الحياة للقائد، هذا الشخص اللي هو ده ياخذ خلينا نقول الشخصية القيادية أو الدور القيادي، يعتمد على مجموعة من العوامل اللي هي تشمل
يعني لو ناخذها من اليسار، من اليسار هي راح تكون عبارة عن المربع اللي هو اهتمام منخفض بالمهمة، وهذا يكون عنده اهتمام عالي في العلاقات. فهذا نشوف بالنسبة للعلاقات اللي موجودة على جهة اليسار، اللي فوق اللي هو راح يكون العالي، واللي أسفل هو المنخفض. فهذا راح يكون عنده اهتمام منخفض بالمهمة واهتمام عالي بالعلاقات. المربع اللي على الجهة اليمين العفو اللي هو راح يكون اهتمام عالي لكلا من المهمة والعلاقات. ليش؟ لأن يعني راح نشوف انه هو بالاتجاه العالي، فهذا يهتم بالشغلتين، يعني يهتم بالعلاقات الإنسانية ويهتم أيضا بتنفيذ المهمة. الجزء الأسفل مالتنا باتجاه اليسار راح نشوف انه هو عنده اهتمام منخفض لكلا من المهمة والعلاقات. هذا القائد ما يهتم انه لا للعلاقات ولا للمهمة أصلا، لكن مقابلها بالجهة اليمين راح يكون عنده اهتمام عالي بالمهمة وهو اهتمام منخفض بالعلاقات. هذه حقيقة نظرية دورة الحياة للقائد باختلاف طبعا أنماط، ومن خلال دراسات قدروا يوصلون إلى هذه النظرية، اختلاف التعامل وتوجهات القائد. الخامسة، النظرية الخامسة اللي هي نظرية الطريق إلى الهدف. هذه تشمل، ناخذها باتجاه عقارب الساعة. أول شيء عندنا القيادة الداعمة، اللي هي القيادة اللي تدعم العلاقات الإنسانية. ما بعدها اللي هي القيادة المهتمة بالإنجاز، هذا ما يهتم بالعلاقات الإنسانية لكن هو يهتم بقدر أكبر بالإنجاز المهمة. اللي بعدها هي قيادة المشاركة. هذه المرحلة يقول لك انه اني اهتم بالمشاركة، فمعتمد على العلاقات لانجاز المهمة. اليوم انه اني اخلي مشاركة الجميع من خلال العلاقات الانسانية حتى اقدر انجز المهمة بصورة صحيحة. واخيرا عندنا القيادة الموجهة، اللي هذه القيادة اللي تهتم بانجاز المهمة او توجيه الأفراد بدون اهتمام بأي ظروف أخرى. مهارات القائد. القائد أول شيء عنده مجموعة من المهارات. المهارة الأولى اللي هي عنده الرؤية الرشيدة، يعني عنده رؤية للمستقبل، وهذه تكون رؤية مادة رشيدة، يفكر بصورة عقلانية. العاطفة، يمتلك القائد أيضا العاطفة لأن هي تدخل ضمن جوانب العلاقات الإنسانية، ويهتم بالأفراد وفريق العمل مالته على هذا الأساس. المصداقية، لازم يمتلك القائد مصداقية حتى يعني يقدر يكون محل ثقة من قبل اللي هم المبعوثين. الثقة اللي هي مكملة للمصداقية، انه يتمتع بالثقة حتى الناس تقدر انه هي يعني تشتغل وياه، وتكون عندها توجه معه الى المستقبل. الفضول، المهارات القائد يتمتع بالفضول، انه هو الاستكشاف والتعلم والتطوير، هذه واحدة من سمات القائد. والجرأة اللي هي المهارة الأخيرة، الجرأة، أنه يكون عنده جرأة قد ربما للمغامرة، لكن ليس بما معنى المغامرة اللي هي الغير مدروسة أو الغير مخططة، لا، يكون عنده جرأة لاتخاذ بعض القرارات لكن تكون مدروسة، لكن هو يكون بهذه القرارات أشجع من غيره. العادات السبعة لأكثر الناس نجاحا لأحد الأشخاص المهتمين بتطوير الذات اللي هو ستيفن كوفي. يقول ستيفن أنه فكر بعقلية اكسب وكسب، يعني أنه أنت فكر بعقلية أنه أنت تربح وتربح غيرك. ابدأ والنهاية في ذهنك، يعني أنت من تبدي بالعمل أو المهمة خلي في بالك أنه أنت
شنو هي نهاية هذه المهمة حتى ظل تستمر بمشوارك وتنهي المهمة وتحقق الهدف. كن إيجابيا، لازم هذه من الأمور تمتع بها، تكون إيجابي حتى تنظر إلى الهدف أو الظروف المحيطة بك بصورة إيجابية. جدد الطاقة مالتك دائما، حاول إنه على سبيل المثال في حال حسيت بتعب ممكن إنه أنت ترتاح أو إنه أنت تزيد معلوماتك أو تطور نفسك. تكامل مع الآخرين، أنت ما تقدر يعني ايش قد ما تريد تشتغل وحدك، لكن إذا ما عندك تكامل مع الآخرين ما راح تقدر توصل إلى الهدف مالتك، قدر ربما هذول الناس يساعدوك للوصول بسرعة إلى الهدف. اسعى أن تفهم قبل أن تفهم، يعني أنت خليك إنه أنت تفتهم المقابلك، الأشخاص المقابلك، الظروف المحيطة بك قبل أن يفهموك الناس، حتى تكون واضح وبصورة صحيحة. نجي الآن إلى الموضوع الختامي مالتنا، اللي هو الحاجة لتكوين فرق العمل الحقيقة اللي هي المكملة للقيادة. فرق العمل، الحاجة لتكوين فرق العمل إنه أول شيء عند الظروف المضطربة التي تعمل فيها المنظمات وتتطلب منها المرونة وسرعة الحركة في ضوء الأهداف المحددة دون تعقيدات إدارية. فأني أحتاج إنه أكون فرق عمل حتى أتجنب هذه كلها ويصير عندي مرونة وسرعة بالحركة. اتجاه الفكر الإداري إلى البعد عن الطابع الرسمي بالاتصال الإداري ودعم العلاقات الإنسانية الشخصية المباشرة التي توفرها فرق العمل المتجانسة. اليوم أنا من أشكل فرق عمل أفضل من ما أجي أشكل طبعا أكيد هو الأقسام مطلوبة ويعني من عندي بالمنظمات أو الشركات، لكن أنا من أسس فرق عمل متجانسة تجمع هذه الأقسام فيما بينها، راح يكون عندي طريقة عمل أفضل. التعقيد الشديد في مشكلات اليوم وعدم قدرة الفرد الواحد على مواجهته. اليوم قد ربما أنت من أخلي أنا عندي بالمنظمة أو بالشركة مجموعة من الأقسام، الموارد البشرية، التسويق، المالية وغيرها. أبو الموارد البشرية تفكيره فقط ينحصر بالموارد البشرية أو الناس والأفراد، أبو المالية يفكر فقط بالمالية. لكن أنا لو أكون فريق عمل من مجموعة هذه الأقسام راح يقدرون يفكرون بصورة صحيحة، يعني يقدرون يفكرون يطلعون بأفكار خلينا نقول اللي هي شلون أنت تطلع عن أو تفكر خارج الصندوق، ليس الظل في نفس الدوامة مالتك. يعني اليوم أنا من أريد أجي أجمع عدة اختصاصات معينة في حتى المجال الأكاديمي، احنا نسميه الاختصاصات أو البحوث المتعددة الاختصاصات. هذه راح تدمج وتطلع لي بأفكار جديدة. الاتجاه إلى التخصص وتقسيم العمل في دوائر الأعمال، الأمر الذي دفع لتكوين فرق عمل متعددة التخصصات. اليوم إنه أنت اتجهنا من العام من الـ 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 بمجال الأعمال أو بمجال الإدارة من التخصص، مثل ما ذكرنا بالبداية بدينا بإدارة الإدارة بصورة عامة، بعدين انتقلنا إلى الإدارة المالية، بعدين الإدارة المالية صار بيها عدة أقسام اللي هي إدارة التمويل، إدارة الأرباح، إدارة اللي هي إدارة القروض. فهذه كلها صارت تخصصات، فكان لازم انه يصير فرق عمل حتى تدمج هذه التخصصات وتطلع بطريقة عمل جديدة. تعريف الفريق، الحقيقة الفريق بالانجليزي هو عبارة عن كلمة الانجليزية اللي هي تيم، تي اي اي ام، فالتي تعني together يعني معا، الاي everyone يعني كل شخص، الاي achieve اللي هو التحقيق، والام المور اللي هو اكثر، فمعناها انه احنا معا كل شخص راح يحقق اكثر. فريق العمل هو مجموعة من الناس ترتبط بتحقيق هدف معين وتتكامل جهودهم وخبراتهم، ويعملون سوية بحيث يكون مجموع أدائهم المشترك أكبر من مجموع جهودهم منفردة في سبيل تحقيق المستهدف. إذا هم مجموعة من الناس يرتبطون بتحقيق هدف معين، تتكامل هاي الجهود مالتهم والخبرات، كل من حسب تخصصه يشتغلون سوية
يكون مجموع الأداء مالتهم هو المشترك الأكبر من مجموع جهودهم منفرد، لأنه إذا كل واحد اشتغل على حدة حتى يحققون الشيء أو الهدف اللي يبغونه. شروط فرق العمل الحقيقة أنه لا يوجد أنا داخل الفريق، there is no I in team. بمجرد دخول الفريق بدأت نحن بدلا من أنا، فهذه كلها راح من تدخل للفريق ماكو أنه أني وأني سويت وأني اشتغلت، إحنا كنا فكرنا كنا اشتغلنا كنا عملنا بهذا المجهود. العوامل التي تؤثر في تحقيق الذكاء لفريق العمل أنه أول شيء القدرة على تخزين وترتيب الوثائق والمعلومات والمعارف، هذه الإمكانيات لازم تكون متوفرة، القدرة على توصيل المعارف لمن يحتاجها، القدرات التحليلية لازم تتواجد في ذكاء الفريق العمل، القدرة على تعظيم الثروة البشرية يعني الثروة البشرية الفكر البشري، القدرة على توظيف الموارد المادية هذه من أمور مهمة، وأيضا القدرة على الإدارة والقيادة هذه من أساسيات تحقيق ذكاء لفريق العمل. سمات فرق العمل، خصائص وسمات فرق العمل تتمثل أول شيء عندي محدودية العدد، يعني أنا ما أجي أخلي فريق عمل عبارة عن 25 واحد، هذا مو فريق عمل، هذا صار قسم كامل. فمحدودية العدد يعني يجب أن تتسم بعدد لا يتجاوز ممكن 10 كأقصى شيء إذا احتاجت إلى تخصصات متعددة. السمة الثانية هي وحدة الفريق والهدف، إنه هذا الفريق لازم يكون متوحد ويكون أكو عنده هدف محدد. التعاون فيما بين أعضاء الفريق من الأمور المهمة جدا. الشعور بالانتماء، شعوره بالانتماء حتى لو هو ما عنده شعور بالانتماء إلى المنظمة اللي أو الشركة اللي يشتغل بيها، لكن شعوره بالانتماء إلى هذا الفريق اللي راح يحقق هذا الإنجازات. سيادة العلاقات الشخصية هذه من الأمور المهمة في فريق العمل. قيود شخصية وغير رسمية أيضا متطلبات فريق العمل حتى ينجح، وعدم تعقيد التنظيم ومرونته أيضا من الأمور المهمة. فهذه هي سمات فرق العمل. نختتمها بنموذج بصورة مختصرة وسريعة، نموذج فرق العمل المدارة ذاتيا بإحدى المنظمات العالمية. بصورة سريعة هي الحقيقة 3 فرق، فريق الدعم وفريق وفرق التشغيل بالمصنع وفرق الخدمات الفنية. يجمعهم هذول الفرق اللي هم منسقين، ينسقون العمل فيما بيناتهم. فريق الدعم اللي هو يمثل مدير المصنع والسكرتارية ومدير الأفراد ومسؤول رقابة الجودة ومسؤول المشتريات. هنا اختلفت التسميات، ماكو شيء اسمه رئيس القسم، ماكو شيء اسمه يعني مثلا رئيس القسم الإنتاج، ماكو شيء اسمه مدير المكتب، اكو سكرتارية. راح أشوف بفرق التشغيل بالمصنع اللي هي فرق متنوعة حسب العمليات الإنتاجية، كل فريق له رئيس وأعضاء. أما فرق الخدمات الفنية فهي تتمثل بالصيانة والهندسة، الشحن والاستقبال، البرمجة والمعامل، الأمن الصناعي، الحسابات. فطلعوا من طابع أنه الرئيس والمرؤوس بصورة رسمية، المدير والموظفين وغيرها دخلوا في تخصصات فريق العمل، لكن أكو منسقين بيناتهم حتى يمشي العمل بصورة صحيحة. شاكر حسن إصغائكم وصبركم وتحملكم لهذه ال3 أيام. أتمنى أن تكون يعني حقيقة الدورة ألمت بمواضيع على الرغم من اختصار لكثير المواضيع وعدم الدخول بالتفاصيل.